اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه النهارده في الاهرام كلمه مهمه للكابتن عصام عبد المنعم. كابتن عصام وحشتنا اراءه الحقيقه. كلمه حق قال جملتين خلونا نبص على المشهد الاداري بلحظه، ما دام احنا عايزين نبقى فيه انضباط وعايزين فعلا الصح يمشي يبقى لازم نشوف اخطائنا ايه وازاي نقدر نعالجها. لكن السكوت عليها معناه مزيد من الاخطاء وبالتالي مزيد من التراجع. قال الكابتن عصام عبد المنعم: لا احد فوق القانون. بيقول: لجنه ضبط الاداء الاعلامي التابعه للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اصدرت قرارات مهمه تجاه قناه بيراميدز الرياضيه ورئيس نادي الزمالك نظرا لارتكابهما مخالفات اعلاميه. لا احد فوق القانون ونتمنى الالتزام من الجميع. هرجع لبقيه مقال الكابتن عصام، لكنه وهو بيقول نتمنى الالتزام من الجميع، وكابتن عصام في تكوينه الصحفي طبعا ناقد رياضي كبير، لكنه في تكوينه الاداري بالاضافه للتكوين الفني كحارس مرمى للنادي الاهلي لفترات طويله، تكوينه الاداري وصل في اتحاد الكره الى درجه رئيس اتحاد الكره لفترات عده، وبالتالي عنده خبراته في هذا السياق. اعتقد كان نائب رئيس اللجنه الاولمبيه ونائب رئيس اللجنه الاولمبيه في هذا السياق، ومن خلال خبرات الكابتن عصام في اتحاد الكوره خلانا نبص على واقع الوضع الاداري في اتحاد الكوره. لما الاقي المدير التنفيذي للاتحاد اللي هو ثروت شويلم، والمهندس عدلي اشار لحته اللجنه الاولمبيه انه والله العظيم اتحاد الكوره اتحاد تابع للجنه الاولمبيه واتحاد يخضع للمظله الاولمبيه وعنده عضو في مجلس الاداره ممثل للاتحاد في اللجنه الاولمبيه، يعني العلاقه وطيده حقيقيه اصيله. هل تسمح بانه المدير التنفيذي للاتحاد يبقى له راي مخالف؟ خدوا بالكم هو مدير تنفيذي، يعني الراجل له كل الاحترام والتقدير، لكن طبيعه عمله هنا انه ملوش راي، انه مدير تنفيذي ملوش راي، هو منفذ لما يستقر عليه المجلس من قرارات ويتابع تنفيذها. لما يبقى له راي، ومش راي في غنوه ولا في كلمه، ده راي فيما يصدر من اللجنه الاولمبيه الجهه الاعلى، الجهه الاعلى دلوقتي بموجب القانون والدستور، يبقى له رأي. إن دي كمان بتورط، يبقى لازم نسمع اللي هو ثروت شويلم. ثروت شويلم: اللجنة الأولمبية بتورط الرياضة في صراعات حطب الشخصية ويجب التصدي لتجاوزتها. العميد ثروت شويلم قال ان اللجنه اتهم اللجنه الاولمبيه برئاسه هشام حطب باستغلال النفوذ وتوريط الرياضه المصريه في ازمات مع انديه كبرى ليها شعبيه في مصر والوطن العربي بسبب الصراعات الشخصيه مع مرتضى منصور. قال كمان ان يجب تعديل بنود في قانون الرياضه الجديد بالتصدي لسيطره اللجنه الاولمبيه على الرياضه المصريه حتى لا يتكرر ما حدث من قرارات ضد الزمالك بسبب الصراعات الشخصيه مع رئيس النادي. باشمهندس، هنا إشارة إلى ما ورد من اللواء ثروت شويلم، لكن تسمع اللواء ثروت شويلم بنفسه؟ لا، لازم أعلق على الحتة دي. اتفضل. أنا مدير تنفيذي، أنا ماليش رأي، أنا ناقل لقرارات ومنفذ ومتابع فقط. أنا مش معني بأن أنا أقول أو أنتقد جهات واحمل المكان بتاعي نتيجه كلامي ان ممكن تيجي عليه مخالفات. ده ممكن يجي عليه مخالفات، ايوه، او يعرضه للوم او المكان بتاعه. فهو برضو هي عمليه انضباط في الاداء الاداري اكتر منها حاجه تانية، وكمان كل واحد يلتزم دوره، ما يبقاش بعد شويه الادوار تتلخبط في دماغ كل واحد ونبص نلاقي كل واحد بيعيش حالة مش بتاعته، مش من حقه. انت ليك تعبير حلو قوي، الطوائي كتيرة. ايوه، انت الشخص الواحد لابس 3-4 طوائي، انت ما انت يعني حتى ما ينسى طاقية بالظبط، يعني مدير الاتحاد اللي هو ثروت شويلم يقول لك القانون فيه مواد يجب تعديلها. اسمع، دي طاقية مين؟ البرلمان، عضو مجلس الشعب. هو لبس طاقية البرلمان وهو في اتحاد الكورة. ايوه، فانت هي دي النقطه، وشويه يلبس طاقيه الامن فيما يخص مشاكل اتحاد الكوره. يعني هنا تعدد ويصرح برضه تصريحات مش بالضروره تكون هي تعبر عن موقف امني او موقف الاتحاد،
يعني انا مش فاهم ليه الاتحاد ما بيظبطش الاداء في الحاجات دي وليه مكتر الطواقي كده. لا ده القانون بقى هو بيقول لك القانون يتعدل لما القانون يسمح بتعدد التمثيل يبقى هنا مش معقولة جهة رقابية وجهة تنفيذية وهو نفس الشخص. مجلس الشعب جهة رقابية، الإعلام جهة رقابية، اللي عايز يكون عضو اتحاد لا يبقى إعلامي ولا يبقى عضو مجلس الشعب ولا يبقى عضو في نادي، عضو مجلس إدارة نادي أو هيئة أخرى. إذا كنا فعلا عايزين فعلا نرتقي نظبط الأداء. طب تظبط الأداء إزاي واللي هو ثروت سويلم لقناة بيراميدز يقول حاجة تانية؟ سيادة العميد، هل وصل لحضرتك خطاب من المكتب التنفيذي للكاف بيقول لك بإيقاف رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور زائد إيقافه محليا وإفريقيا؟ القرار ده يعني للأسف برضو بعد إذن حضرتك قبل ما يوصل اتحاد الكورة كان القرار معلن إعلاميا وصحفيا والكلام ده كله. قال لك تم تسريبه امبارح. انا فوجئت يعني لحد الساعه 4 ما كانش القرار وصل. القرار وصل الساعه 4 ل 10 تقريبا النهارده. النهارده يعني تخيل حضرتك ان القرار يعلن وينزل في الصحافه والمواقع وينزل باسم اتحاد الكوره وهو ما وصلش لاتحاد الكوره. لكن هو وصل النهارده فعلا تقريبا 4 ل 10 مساء النهارده. يعني ايه ايقافه محليا؟ دي مش غريبه شويه؟ والله يا استاذ محمد انا يعني مش محليا بس، هو القرار في حد ذاته يعني انا مش شفناهوش قبل كده يعني. وانا طبعا يعني مش عايزين واحد يتكلم في حاجه يعني انا موضوع يعني كان لازم يبقى فيه تأني شويه في القرار. انت بتتكلم على نادي الزمالك، بتتكلم على مشروع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بتتكلم على نادي بحجم نادي الزمالك ورئيسه، المفترض ان الموضوع ما كانش يجي بالحسم والسرعه دي. ولكن ما تقدرش تتكلم الا لما نشوف مثلا زي ما انا قلت لحضرتك كده مشكله ان احنا المبررات دايما ما بنقولهاش فبتبقى انت في مجال للهجوم عليك. ولكن الايام اللي جايه هنشوف ايه يعني ازاي يعني يحصل الكلام ده. يعني هل الموضوع محتاج جلسه في اتحاد الكوره يعني لتنفيذه؟ لا بص حضرتك انا بكلمك دلوقتي مش كمدير التنفيذي اتحاد الكوره، انا بكلم حضرتك كمواطن مصري كنائب في البرلمان ان انا يعني غير مقبول ان ان ان, إن يحصل بالطريقه دي. قد يكون ان مبرراتهم احنا مش شايفينها ولكن برضو يعني ما حصلتش قبل كده. انت يمكن حضرتك اعلامي كبير وقديم سمعت حاجه قبل كده حصلت في مصر ان اتحاد افريقيا ياخد في مصر؟ لا دون ان نخوض في تفاصيل الموضوع نفسه، الموضوع نفسه مش بتاعنا. ايوه الموضوع ده اتحاد افريقي بياخد قرار مع ما راه انه في يستحق اوضاع تستحق التدخل، تستحق هذا الكلام. الطريقه الوحيده ان انا انتقد بها قرار الاتحاد الافريقي ان انا اكتب تظلم. ها لكن اما يطلع عضو اتحاد انا الاتحاد المصري عضو الاتحاد الافريقي والمهندس هاني ابو ريده ده راجل مخضرم من مخضرمي وكبار يعني كان حريا به ان يكون رئيسا للاتحاد الافريقي وهو في الاتحاد الدولي. تخيل الاتحاد الدولي ياخد قرار مثلا ويجي مدير التنفيذي ينتقد موقف الاتحاد الدولي ويقول لك تسرع ونشر قبل ما نعرف وهنشوف هنعمل ايه، يبقى قاعد على رئاسة الاتحاد المصري عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي ويسمع والمدير التنفيذي هذه الانتقادات. ماذا يفعل في هذا الحرج؟ هل فعلا ده رأي الاتحاد المصري ولا لا؟ ما هو انت برضه لازم تعرف هل استاذ ثروت سويلم تحدث من عندياته؟ انفعاله الشخصي؟ رأيه الشخصي؟ احتجاجه الشخصي؟ ولا هو فعلا اوحي اليه اطلع قول الكلام ده لانه مش عاجبنا؟ ده لو كده هتبقى مشكله، انما لو هو اتصرف من عنده هيبقى اختلاف القبعات. طيب نشوف كمان اللواء ثروت سويلم في قناه صدى البلد. نادي الزمالك، اتحاد الكوره بعد ما تلقى القرارات الخاصه من الاتحاد الافريقي ازاي ممكن يتعامل الفتره اللي جايه؟ بعد ما تلقى ايه؟
القرارات الخاصه بايقاف نادي رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور؟ والله يا كابتن هاني، اصل الموضوع ده طبعا مستجدات ما مرتش علينا قبل كده، ان يجي قرار من الاتحاد الافريقي يخص احد رؤساء الانديه في مصر. اعتقد ان الموضوع يعني جديد بالنسبه لنا، بالنسبه للاتحاد، بالنسبه لنا شخصيا. وانا هكلمك بالنسبه لنا شخصيا، بعيد على موقعي كمدير تنفيذي اتحاد الكوره. يعني الموضوع طبعا شايف فيه سرعه قوي في القرار، واتخذ بطريقه يعني انا مش عارف اسبابه ايه ومبرراته ايه، ولكن هتقول اتحاد الكوره موقفه ايه؟ ده موضوع طبعا انا يمكن كابتن هاني اثناء القرار واثناء في الاجتماعات اللي اتناقش فيها الموضوع ده، عنده ظرف صحي كده ما حضرش، لكن اكيد كابتن هاني في وجود رئيس نادي الزمالك او احد اي رئيس نادي في مصر هيبقى هيعرض لموقف زي كده، كان يبقى ليه موقف طبعا متشدد. يا ألف سلامة طبعا على الباشمهندس هاني. هو تعرض لوعكة صحية فما حضرش الاجتماع اللي نوقش فيه الموضوع، مش تعرض للوعكة بسبب القرار. لا مش بسبب القرار، هو طبعا عشان كده بقول لك ما حصلش مناقشة الموضوع في وجوده، لأن كان هيبقى ليه موقف، لأن طبعا يعني إيه سرعة اتخاذ القرار بالطريقة دي، وبعدين تطلع اللجنة الأولمبية النهاردة. برضه أنا بكلم حضرتك، أنا يعني كمواطن مصري في البرلمان غير مقبول طبعا اللجنة الأولمبية بتعمله، يعني الموضوع مشخصش. المصيبة في آخر كلمة، عميد ثروت سويلم لهاني حتحوت الموضوع في اللجنه على اللجنه الاولمبيه شخصا قوي. يا جماعه اللي بيحصل ده كارثه اداريه، صدقوني. لا بس هو هنا في نقطه جاوبت على تساؤلاتي وتساؤلاتك عن اللقاءين السابقين. اللقاء ده قال رايي انا الشخصي، انا ما اعرفش راي اتحاد الكره ايه. اذا هنا وضح انه كان لابس طاقية مش بتاعة اتحاد الكورة. طيب هل من حقه في الحالة دي ان يقول الكلام ده ولا لا؟ لأنه في الآخر هو محسوب على اتحاد الكورة. هو كمان ويقدم المدير التنفيذي ورط الكابتن هاني أبو ريدة في حاجة مهمة جدا. هل المهندس هاني أبو ريدة ما كانش يسكت؟ ما يسكتش وما يوافقش. وأنا مش فاهم يعني وده وأنت ما تعرفش المعطيات اللي يمكن عند المهندس هاني أبو ريدة مش قدامك. وقد يسكت وقد ما يسكتش. يعني هو تطوع انك تتكلم. ايوه بيورطك. احنا هنا في الفقره دي بندور على الخلل الاداري فين، والخلل الاداري ده ممكن تكون رساله لاي جهه، لاي نادي، لاي اتحاد، انه مبدئيا حتى الساده اعضاء مجلس الاداره هم اصحاب قرار مش اصحاب راي. انا قلت لك مره كنت بعمل حوار للكابتن صلاح الله يرحمه. أيوة كلمه بليغه جدا. فاكر انا حكيت لك بقول له رايك في كذا ايه، كان مدرب، قال لي ماليش راي. فبصيت له كده قال لي طبعا هتقول ازاي صالح سليم ملوش راي، بس انا ليا قرار مش ليا راي. انا لما اطلع اقول رايي في المدرب معناها ان هو هيمشي خلاص، لو رايه سلبي يبقى معناها ان هو مشي. ده قرار، لان انا هقعد على ترابيزه لما انا اسرب رايي دلوقتي في مدرب شغال معناها ان انا خلاص حددت قراري فيه. المجلس يا هيعارضني يا هيأيدني. انا اقول رايي داخل الجلسه اللي بيتحول لقرار لما يتم التصويت عليه. ده بالنسبه لرئيس نادي او رئيس اتحاد او عضو مجلس اداره، فما بالك واحنا بنتكلم على مدير تنفيذي. في الاصل المدير التنفيذي راجل منفذ لقرارات المجلس ومتابع ليها، مش صاحب راي. ده صاحب رأي. دي اللي بيحصل ده صدقوني ما يحصلش في بلد كان فيها لجنة أولمبية سنة 1910. احنا في وضع يعني شديد الانفلات. لا وكان عندنا اكثر من رئيس مصر كان فيها وسكرتير عام اللجنة الأولمبية الدولية. مصر بين 14 دولة دخلت اللجنة الأولمبية الدولية، يعني دخلنا اللجنة الأولمبية الدولية. هو قال كلمة بس هو ما تخيلش انها تنطبق على حاجات كتير. قال لك الدنيا متشخصنه. فاحنا كلنا بنتكلم بشكل انطباعي مش بشكل مسؤول ومحدد، وما عندناش ضبط في المصطلحات ولا ضبط في المسؤوليات ولا ضبط في الاداء ولا ضبط في الادوار. صحيح. كل ده محتاج ضبط يا اخوانا، واحنا عندنا فرصه ذهبيه دلوقتي كله يراجع نفسه، نعيد حساباتنا كله يراجع نفسه عشان نشتغل شغل صح بقى. عارف محدش راجع نفسه
ما هو باستمرار ما حدش بيدوس على زرار يقول يا جماعه في خطا ارجوكم. من سنتين تقريبا فاتوا كان وجيه احمد كابتن وجيه احمد رئيس لجنه الحكام، المكالمه اللي اتسربت اللي اذاعها الصديق محمد شبانه اللي هو ثروت سويلم ساعتها اكيد كان عميد، العميد ثروت سويلم مع الكابتن وجيه احمد بيظبطوا الحكام عشان يرضوا رئيس نادي الزمالك. الكلام ده اتذاع وما افزعش حد وما خضش حد ومحدش انتبه عنده في اتحاد الكره بالذات. يا جماعه هذا الرجل مع كل الاحترام والتقدير ليه المدير التنفيذي للاتحاد مش اللي هيعين الحكام. عشان انت يا استاذ ابراهيم من اول يوم ما بتحطش النقط على الحروف مع اول تصريح. خلي بالك افكرك انا باللي حصل ده. انا عارف ان في حروب من المجلس نفسه وانا مساند جمال علام في قراره، جمال علام مصر ومتمسك بوجودك واسمه جمال الغندور طبعا عامل يعني ايه تكتلات عشان يجي احمد من ناحيه كذا هدو كده من ناحيه كابتن حسن فريد النهارده كلمته ومحمود الشامي وحماده المصري يعني عامل لوبي ليك انت جامد. بس احنا عاوزين المرحله الجايه ده نعديها يعني بص امبارح محمد فاروق كان 10 10 محدش يقدر يتكلم كلمته بتوع الوصول قلت له اظن ما قالش كلام ده طلع خالد الغندور ماله وقال تحكيم محترم وخالد الغندور بيقول له طب مش عارف ايه والحكايه طب البلاغه اللي انت معلبه هتذبه قال فيها ملوش دعوه بالرشوه. انا متفق مع المجلس ان هيمشوه شافي يناير ولكن هو بالنسبه للرشوه ملوش دعوه بالرشوه، الرشوه دي كان حكامه متفقين على عايزين يحطموا النادي وعايزين يخسروا النادي والكلام ده، ولكن ملوش دعوه بالرشوه خالص، هو بعيد قوي عن الموضوع ده. تمام. لا بقول لك هو غلبان اتكلمت معاه انا قعدت معاه قلت له عشان خاطري هجيب لك مين؟ عاوز تجيب على جمال غندور ايديك ولا عصام صيام؟ يا عم الكابتن يكفي انك واحد نظيف اصله مش قلت له بعد اذنك انت ليك حاجه واحده قبل الماتش احنا مش هنجيب قال لي انا مش عايز حد يحكم لي انا مش عايز حد يطبع عليا قلت له جميل هنجيب لك حكام دوليين محترمين وانا جايب له حكم هو بيحبه وهو مبسوط منه اللي هو مين ماتش ايه؟ ماتش الزمالك والمقاصة مين اجيب له مين؟ مياد جريشة زي الفل ملوش حجة زي الفل احسن كده ما تقولش لحد خالص كلام لا انا بقول لك انت بس انت عارف ليه انا بسكته بالكلام ده ليه؟ عشان يبعد عننا ما هو خلي بالك هو برضه سم انا كده عشان اعرفه اللي بيعمله معاك الكابتن مش هيعمله معاك اللي انت اللي خلي بالك ان شوبير كان بيقول لي طب انت هتلعب جهاد اللي راح لمرتضى الصوان والبتاع عشان يسنده قلت له يا كابتن شوبير انا عندي جهاد حكم محترم وحكم كبير انت كمان سمعتك قلت له احسن انت قلت له امنه على رقبتي سمعتك يا باشا كلام محترم ان شاء الله بص ما تشغلش بالك وانا وخلي بالك انا لما بلاقي في خطر بعمل لوبي انا عامل لوبي دلوقتي كابتن حسن فريد استاذ جمال علام محمود الشامي حماده المصري معاك قلب وخالد لطيف لما يجي من السفر وصحر الهواري مش قدامنا ضدنا يهمني انت يا كابتن يهمني انت بس اهم حاجه يا باشا ما تشغلش بالك ولا حد يقدر يجي يلا يا كابتن اشوفك لحد ان شاء الله ماشي ان شاء الله كتير السلامة ان شاء الله يا كابتن باذن الله بس خليني اهدى بس كده هو يعني والله شخصية يبدو انه بريء جدا. لو قلنا انا بعمل لوبي ومعايا فلان وفلان 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 لكن في ناس ضدك طب ما هو انا عارف ان انت بتتحارب من المجلس ما قال له كده يبقى الباقيين تقدر تقول على طول طب فلان وفلان وفلان ضدك. يعني
بيبيع اعضاء مجلس الاداره ل رئيس اللجنه، رئيس لجنه او ايا كان يعني. ناهيك عن تفاصيل المكالمه اللي فيها كوارث تظبيط الحكام. طبعا طبعا. ومساله معرفش انا زميلت الاستاذ ثروت او اللي هو ثروت او العميد ثروت في لجنه المسابقات كان اداؤه مختلف خالص الحقيقه. بس معرفش ما عنديش تعليق طبعا، على كل الناس سمعت وشافت، مش محتاج تعليق الكلام. عايزين نتصلح، الخطا باين. عايزين نمشي صح، الصح واضح. عايزين يكون اتحاد الكوره القائمين عليه قادرين ان هم يضبطوا الاداء بما يليق باتحاد نشأ في سنه 21 من القرن اللي فات، يعني قدامه سنتين ولا حاجه، ويحتفل بمئويه ب 100 سنه على مرور اتحاد الكوره. يعني في من التراكم وفي من القيم وفي من الخبرات وفي من الاسماء وفي من الدروس ما يكفي انه يبقى اداريا غير كده خالص. اللي حصل ده ولا إدارة ما حصلش حاجة خالص. في طول عمرنا نوجه انتقادات للاتحادات، لكن هذا الأداء ما شفتوش قبل كده خالص بالطريقة دي، بالكلام اللي بسمعه ده. لا أنا ما شفتش أداء كده وأنا خالص. مش فاهم يعني، مش ولذلك فاهم. زمان يعني لما كنت تلاقي اللواء الديب قعد رحمة الله عليه لحد تقريبا ما توفى، كان كبر جدا في السن، لكن كانت الناس بتحتفظ بيه ليه؟ لأنه عنده من الخبرات والحكمة ما تخليه انه يقدر يمتص ازمات ويداري على الازمات. صحيح، انت دورك تداري على الازمات مش تخلقها في سياق